بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد مع بعض النهاردة شابتر 4. يعني احنا خدنا قبل كده 3 شباتر، واحد Introduction to Material Science، وخدنا فيه ايه انواع الماتيريال المختلفة، Metals، خدنا ان في عندنا Metals وفي عندنا Polymers وفي عندنا سيراميدز. دول أهم 3 أنواع مختلفة من الانجينيرينج ماتيريالز. أقدر بعد كده إن أنا أعمل كومباينيشن ما بينهم بإن أنا أعمل بيهم كومبوزيت ماتيريال. كان كل الشابتر الأولاني بيتكلم عن هذا الموضوع وخواص كل واحد فيهم. يعني مثلا الميتلز تتميز بأنها جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، البوليمرز بتتميز أنها الدنسيتي بتاعتها خفيفة، الدنسيتي بتاعتها قليلة، السيراميكس بتتميز أن هي عندي هارنس عالية، درجة انصهارها عالية جدا، أقدر أشغلها عند درجات حرارة كبيرة أو أعزل بيها حاجة معينة واستخدمها في تطبيقات مختلفة. وكل من البوليمرز والسيراميكس الاتنين بيقاوموا الكوروجن، كوروجن ريزيستنس. أما الميتلز فبيحصل فيها أكسدة، بيحصل فيها أوكسيديشن، فيعني بتصدي. فلما المادة بتصدي بيحصل فيه عندي كروجن، المادة تصدي وبعدين تتكسر وهكذا، ما عدا أنواع معينة من الميتلز زي مثلا الستانلس ستيل. الستانلس ستيل هو والألومنيوم وسبايكو بيعملوا خاصية مهمة جدا، إن أنا بيبقى عندي المعدن بهذا الشكل، الطبقة اللي على السطح دي المعدن، الطبقة دي بتتأكسد ولكن بتكون لي طبقة عازلة من الأكسيد بتعمل لي أوكسيديشن بروتكشن. يبقى أنا هنا تكون عندي مثلا Al2O3 الومنيوم اوكسايد، بيعزل الالومنيوم هنا عن الاو 2 اللي موجود في الهواء، عن الاو 2 اللي موجود في الهواء، وبيتسبب لي ان الالومنيوم ده بيكون محمي ان هو يتاكسد تاني. لو انت بقى اتشطرت ونضفت الحله الالومنيوم من الطبقه اللي عليها عشان عايز الالومنيوم يلمع كده وينور، يبقى انت شلت الالومنيوم 2 او 3 ويبتدي الالومنيوم يتاكسد تاني ويعمل طبقه تتاكسد على السطح. يبقى الفكره في الستانلس ستيل والالومنيوم ان فيهم خاصيه ان بيتكون على السطح طبقه عازله من الاكسيد غير مسميه بتعزل الالومنيوم اللي هنا ده، بتعزله عن الهواء الجوي. تمام، ده اللي خدناه بالنسبة للشابتر الأولاني. الشابتر الثاني كان بيتكلم عن الانتر اتوميك بوندز، الروابط بين الذرات، وعشان نفهمها درسنا المكونات بتاعة الذرة، إن في عندي نواة وبيلف حواليها مدارات طاقة بيبقى فيها إلكترون، النواة بتبقى موجبة والإلكترون بيبقى الشحنة عليها سالبة، فلازم الذرة تتعادل. وخدنا إن الانتر أتوميك بوندز يا إما أيونيك، يعني في عندي أيون موجب وأيون سالب الاتنين بينجذبوا ببعض، يا إما كوفالنت يعني رابطة تساهمية، يا
يعني عندي ذره يلف حواليها الكترون بتشارك الكلام ده مع ذره يلف حواليها الكترون، والاثنين يتشاركوا في الالكترونات بتاعتهم. هنا no free electrons. في الايونيك بيكون عندي no free electrons، وفي الكوفالنت no free electrons. عشان كده كل من الايونيك والكوفالنت الاثنين ما بيوصلوش الكهرباء. اما اللي بيوصل الكهرباء عندي فهي الرابطه الميتاليك، وهي بكل بساطه ان انا بيكون عندي النواه بتاعه كل ذره مرصوصه جنب بعض في الماده، وما بينهم في الكترونات سالبه سايحه في المسافات البينيه بتاعتهم وبتمشي بكل حريه في الذره. النواة بتبقى موجبة والإلكترون سالب، متلخبطش ما بينها وما بين الأيونيك. ده بالنسبة لشابتر 2. طبعا خدنا برضو في شابتر 2 الجدول الدوري، وعرفنا يعني ايه ميتال ونون ميتال وميتالويد فلز ولا فلز وشبه الفلز، وعرفنا تقريبا الخواص بتاعت كل واحدة. وفي الاساينمنت عرفته على حاجة اسمها الإلكترو نيجاتيفيتي. الإلكترو نيجاتيفيتي وهي قدرة الذرة على الاحتفاظ بالإلكترونات، تحتفظ بالإلكترونات قد إيه، تجذب الإلكترونات حواليها قد إيه، ما بتفرطش فيهم قد إيه. وبذلك عندنا في عناصر بتحب إن هي تكتسب الكترونات، بخيله ما بتديهاش بتكتسبها، يبقى دي الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها عاليه. في عناصر تانية بتحب انها تفقد الالكترونات، معطاءه كريمه تفقد الالكترونات، يبقى دي الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها واطيه لدرجه ان انا بسميها الكترو بوزيتيف، يعني عكس الالكترونيجاتيفيتي تمام. واديتك جدوى في الاساينمنت جدول دوري فيه ارقام و القيمة بتاعت الالكترونيجاتيفيتي لكل عنصر في الجدول الدوري. طبعا علشان افاعل مادتين ببعض ويتحدوا مع بعض لازم يبقى مادة الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها عالية ومادة الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها واطية، علشان واحد يعطي الكترون والتاني يكتسبه فيعملوا رابطة ايونية ما بينهم. ده بالنسبة لتشابتر 2. تشابتر 3 كان بيتكلم على الكريستال ستراكشرز، وقلنا ان الكريستال ستراكشرز لازم نفرق ما بين الكريستالاين ماتيريالز والنون كريستالاين ماتيريالز. كريستالاين قلنا زي الكوارتز، ونون كريستالاين زي السيليكا او الجلاس، يعني عامة اللي بنعمل منها الزجاج. الاثنين عبارة عن SiO2، يعني ذرة السيليكون مرتبطة بذرتين اكسجين جنبها، دي سيليكون ودي O ودي O، دي اكسجين ودي اكسجين، بس حطيت الرمز الاكسجين او، بس انا حطيت الاكس عشان بس تعرف انها اكسجين. فبسمي الاوردر اللي قصادي ده بسميه شورت رينج اوردر، وبيكون موجود في كل من النون كريستالاين والكريستالاين. ده بسميه الشورت رينج اوردر. لكن الكريستالاين بتتميز بحاجه مهمه جدا اسمها اللونج رينج اوردر،
اللي هو ان فيها نظام اوردر، فيها نظام على المدى البعيد، بحيث بعتبر المركب ده بعتبره وحدة واحدة، وبقول ان الوحدة دي بتتكرر بهذا الشكل مثلا. يبقى انا كده في عندي اوردر، ان المربع ده بيتكرر تاني وبيتكرر تالت، ولو نسيت 10 كيلو قدام هيفضل برضو المربع ده يتكرر. ده مثال في الكوارتز، الشكل فاكرين كان عامل زي نجم داوود كده، كان مختلف، بس ده مثال يعني. يبقى انا عندي في الكريستالاين ماتيريال لونج رينج اوردر. ايه تاني موجود في الكريستالاين ماتيريال؟ كريستالاين ممكن تبقى فيها سنجل كريستال، يعني المادة كلها مرصوصة بهذا الشكل ما بيتغيرش، أو ممكن تبقى بولي كريستالاين، يعني متعددة الكريستالات. يعني إيه؟ يعني في عندي تحت الميكروسكوب جرين باوندريز، كل خلية كل جرين فيها الأتومز مرصوصة بنفس الكريستال ستراكشر ولكن في اتجاه مختلف. يبقى ده اتجاه المستويات اللي تترتب فيها الأتومز، اللي هو المستوى زي ما شفنا المستويات دي. يبقى دي بسميها مادة بولي كريستالاين، فيها كذا جرين جواها. اما لو كانت الماده كلها جرين واحده بس، وان سنجل كريستال، فبسميها سنجل كريستال، متعدده الكريستالات يبقى بولي كريستالاين. خدنا بعد كده نوعين من الكيوبيك سيستم في الكريستال ستراكشر. خدنا لما تيجي ترسم المكعب ترسمه بهذا الشكل، ترسم مربع وبعدين ترسم مربع تاني قاطع، دي كده عاملها زي الصليبة ونازل كده، تعمل مربع تاني وبعدين توصل الأحرف بتاعة المربع. محدش لو سمحتوا يعمل لي المربع بطريقة تانية غير الطريقة دي. فالكيوبيك سيستم خدنا البي سي سي، البادي سنترد كيوبيك، ولازم تحفظها. عندي في كل كورنر في ذره، زائد عندي ذره كبيره في النص المكعب، في السنتر بتاع البادي، عشان كده بسميها بادي سنترد. وخدنا نوع تاني من الكيوبيك سيستم في الكريستال ستراكشر، ادي الصليبة اهي عملتها، بعدين نزلت كده عملت مربع تاني. وسع على نفسك، ابعد المربع ده عن المربع ده عشان يبقى رسمتك واضحة وجميلة. فالاف سي سي الفيس سنتر كيوبيك، يبقى عندي برضو ذرة في كل كورنر من كورنرات المربع، زائد كل وجه في ذره في منتصف الوجه، والوجه اللي ورا والوجه اللي فوق والوجه اللي على اليمين والوجه اللي تحت، تمام؟ فعندي ذره في منتصف كل وجه، والذره دي بتمس كل ذره من الذرات دي. يعني انا رسمها كده بس للتوضيح، انما في الحقيقه احنا شفنا في الصوره ان الذره اللي في منتصف الوجه بتمس الاربع ذرات اللي في الكورنر. يعني الذرة اللي هنا دي كبيرة بتمس الذرة دي والذرة دي ودي ودي، وبتمس الذرات اللي في كل وجه من الأوجه الستة اللي حواليه، زائد الذرات اللي في الأوجه الستة اللي فوقيها في المكعب اللي فوقيها، وهكذا. بسميها FCC. يبقى دول كانوا في الكيوبيك سيستم.
خدنا بعد كده في الهكساجونال سيستم، في النظام السداسي، في الهكساجونال خدنا ال HCP hexagonal close packed، واحفظها لو سمحت. hexagonal close packed يعني ايه؟ يعني شكل سداسي متكدس، close packed. قلنا ان close دي بالانجليزية ليها معنيين، المعنى الاول يعني يغلق، والمعنى الثاني يعني قريب او مقرب، يعني صاحب الانتيم بتقول عليه close friend. close friend يعني الصاحب المقرب قوي. فالهكساجونال كلوز باك بيبقى عامل ازاي؟ برسم شكل سداسي بكل بساطه، وانزل بالاركان بتاعته لتحت، واعمل شكل سداسي تاني. ارسم الاول الشكل السداسي، اهو، وانزل بقى ايه باركان كل واحد فيهم. ادي الشكل السداسي اهي، في كل مسدس منهم عامل زي خليه النحل كده، في كل كورنر منهم في عندي ذره زائد ذره في منتصف الشكل السداسي، وفي كل شكل سداسي تحت برضو في ذره زائد ذره في منتصف الشكل السداسي. ما تنساش بقى حاجه مهمه جدا، انك تعمل ثلاث ذرات، الثلاث ذرات دول بالكامل داخل الشكل السداسي، ثلاث ذرات بالكامل داخل الشكل السداسي. عشان كده بسميه close packed، يعني مدروس مدفوس ذرات جواه. معلش شركة اتصالات هرياني عملت. ماشي، يبقى كده خدنا نوعين من الكريستال ستراكشر، الكيوبيك سيستم والهكساجونال سيستم. طب في عندي كام سيستم للكريستال ستراكشر؟ عندي 7 كريستال سيستمز، 7 كريستال سيستمز، من ضمنهم الكيوبيك سيستم اللي خدنا فيه ايه؟ البي سي سي والاف سي سي، وفي عندي برضو اللي هو السيمبل كيوب. يعني الكيوبيك سيستم فيه ثلاثة كريستال ستراكشر، البي سي سي والاف سي سي والسيمبل كيوب. سيمبل كيوب يعني لا في ذرة في نص المكعب ولا ذرة في نص الوجه، هو بس ذرات في الأركان وبس. وخدنا برضو الهكساجونال سيستم، هكساجونال سيستم. لازم تعرف ان دول بس واحد واثنين من كذا سيستم اخر، مجموعهم 7 سيستم. مجموعهم كام؟ 7 سيستم. يبقى لازم تحفظ ان انا عندي 7 كريستال سيستم. مش بطالبك انك تحفظ اساميهم، بس عايزك تحفظ ان في 7، وتحت كل واحد منهم في اللي تحتيه مثلا 3 كريستال ستراكشر، اللي تحتيه 1، اللي تحتيه 2، مجموع كل الكريستال ستراكشر، كل الكريستال ستراكشر مجموعهم كام؟ المجموع 14، ولازم تحفظه 14. بسمي ده بقى ايه؟ بسميها برافي ليتس، برافيلاتس. فلما اقول لك البرافيلاتس فيها كام ستراكشر تقول لي 14. خدنا بعد كده ازاي نكتب نقطه، مثلا 1 و2 و3،
دي كده نقطة. وخدنا ازاي نكتب متجه، المتجه واحد واثنين وثلاثة سوري، وخدنا ازاي نكتب بلين، والبلين مثلا بلين واحد اثنين ثلاثة. فالمتجه يبقى قوس مربع بهذا الشكل ومفيش اي كومس، البلين قوس دائري مفيش اي كومس. وخدنا بالتفصيل ازاي اقدر لما اديك الرقم ترسم لي المتجه، لازم توضح الراس كده اهو تبقى واضحه عشان اعرف الستارت بوينت والاند بوينت، او ترسم البلين بلين معين هترسمه، وبعد ما ترسمه تهشره. في الامتحان ببقى مدي لك كل واحد ليه رقم او رمز، فتقول لي ده المتجه A وده البلين B. ممكن في الرسمة اجيب لك الرسمة في الامتحان واقول لك طلع لي الرقم ده. اتعلمته ازاي تعمله الطريقتين. افرض رقم منهم كان بالسالب، اديتك مثلا المتجه واحد وواحد وصفر، واديتك الاكس والواي بالسالب، فهترسمه ازاي بقى على المربع؟ هترسمه ازاي؟ اسهل طريقه ان انت تنقل نقطه الاصل، نقطة الأصل بدل ما تبقى هنا تنقلها. طب هنقلها ازاي بقى من كل حالة للتانية؟ نصيحتي ليك بص على علامة السالب موجودة على ايه؟ موجودة على الإكس وموجودة على الواي، يبقى تنقل نقطة الأصل على محور إكس وبعدين تنقلها على محور واي. آدي نقطة الأصل الجديدة، وتروح عامل بقى المحاور بتاعتك. أدي محور إكس الجديد، وأدي محور واي، وأدي محور زد. هرسم بقى النقط المتجه ماينس واحد أو واحد بار، واحد بار وزيرو، هرسمه إزاي؟ أعتبر إن هو طالع من نقطة الأصل اللي هي زيرو زيرو زيرو، وهعمل إيه بقى؟ أروح أدي نقطة الأصل 00، وأعتبر إن النقطة دي هي نقطة النهاية، اللي هي أمشي ده اتجاه البوزيتيف إكس، وده اتجاه البوزيتيف واي، وده اتجاه البوزيتيف إكس. يبقى أمشي في اتجاه النيجاتيف إكس، أمشي في اتجاه أدي ماينس واحد وماينس واحد وزيرو، أمشي في اتجاه الماينس إكس واحد، وبعدين امشي في اتجاه الماينس واي واحد. يبقى ادي النقطه بتاعتي اللي هي نقطه النهايه، وارسم المتجه طالع من نقطه البدايه رايح نقطه النهايه، وما تنساش تبين راس المتجه، مهم جدا ده على اصله كده وخليه كبير وواضح. يبقى ادي كده المتجه بتاعي رسمته بسهوله جوه المكعب عشان نقلت المحاور مره على الاكس ومره على الواي. طب افرض عايزك ترسم البلين ماينس واحد وماينس واحد وماينس واحد، او واحد بار واحد بار واحد بار، هترسمه ازاي؟ يبقى هرسم المكعب بتاعي برضو بنفس الطريقة، وادي الصليبة اهي، واوصلهم ببعض. ما تحطش بقى المحاور، انقل الاول. انا يعني عندي الماينس على الاكس وعلى الواي وعلى الزد، يبقى انقل نقطة الاصل، نقطة الاصل هنا اهي، امشي مرة على الاكس، نقلتها على الاكس، وبعدين انقلها على الواي، وبعدين انقلها على الزد. يبقى ادي النقطة، نقطة الاصل الجديدة، واروح راسم بقى المحاور بتاعتي. ادي اكس، ادي واي، وادي اكس. لازم كل محور موازي للتاني، ما تعمليش ده اكس. وادي الزد، وادي الاكس، وادي الواي، وادي الزد.
بيقول لك البلين ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1. يبقى انا هنا عندي النقطه دي احدد البلين، اول خطوه اجيب المقلوب. لحسن حظي مقلوب الماينس 1 هي ماينس 1، مقلوب الماينس 1 هي الماينس 1، مقلوب الماينس 1 هي الماينس 1. يبقى قطع الاكس في ماينس 1، قطع الواي في ماينس 1، وقطع الزد في ماينس 1. هي دي الطريقه يا جماعه لاي مهندس بيشتغل في الفراغ. دي الطريقه لما تدرس كاد هتتعامل معاها، ان المستوى بيقطع المحاور في ثلاث نقط. تقاطع مستوى مع كوره يديني دايره، دي بديهيات اي مهندس لازم يعرفها. اي مهندس لازم يعرف الحاجات دي. يبقى المستوى لو انت عندك لوح خشب وسندته على الحيطه، المستوى ده بتاع لوح الخشب بيقطع المحاور في ثلاث نقط. قطع لك الارض في نقطه، وقطع لك الحيطه في نقطه، وموازي للمحور الثالث اللي هو الكورنر الحز اللي تحت على الارض موازي ليه، يبقى قطعه في الملا نهائي. تعالوا بقى نشوف المستوى بتاعنا ده. ادي هنا نقطه الاصل الجديده، قطع الاكس في ماينس 1، قطع الواي في ماينس 1، وقطع الزد في ماينس 1. اوصلهم بقى، اوصل الثلاث نقط دول عشان يبقى رسمتي واضحه. اروح اعمل ايه؟ اهشر، وبقول لك هشر في الرسم الهندسي، يعني تعمل خطوط متوازيه.